تخيل حالك مولود ببلد انت ما بتعرف لغته ولا بتفهمها ولا اي حدا بفهم عليك، بتحس حالك غير مرئي وغير موجود، بتحس بغربة حتى وانت وسط اهلك وناس مجتمعك. انا كنت احس بوحدة شديدة لفترات كثير طويلة، وهاي الوحدة ما كانت محكومة علي بسبب غربة، انا كنت وحيد لاني مميز ومختلف. تحياتي لكم مني، أنا خالد عطية، رسام أردني، انولدت بالأردن وعلى عمر 7 سنوات سافرت على مصر. بلشت أتعلم الرسم هناك مشان أقدر أتأقلم مع مجتمعي وعيلتي وصحابي، كنت بدي أوصل لهم صوتي ولو كان مش مسموع. طبعا هذا الإشي كان صعب، مش لعدم تقبل الناس إلي، ولكن لأنه أنا لغتي تختلف عن لغتهم، ومش بس قصدي عن لغة الإشارة، أنا كمان قصدي عن لغتي بالتعبير البصري. على عمر 9 سنوات رجعت على الأردن ودخلت على مدرسة السلط للصم الداخلية، وبعد ما صرت أنضج جسديا وفكريا قررت، يعني مش إنه بس بدي أتواصل مع الناس، صرت بدي أعبر عن مشاعري وأطرح أفكاري عن مجتمعي وعاداته وتقاليده وتراثه وعن البيئة، كنت بدي الكل بس يسكت ويسمعني. بعمر المراهقة دخلت وبلشت أتعلم حرفة النجارة عشان أكسب منها معاشي اليومي، لأنه كان كثير صعب إنه أكسب معاشي من الرسم. في البداية ما كان في دعم لمعارضي، ولكن عبين ما إجا اليوم اللي نسمع فيه صوتي، وكان مبادرة مني إنه عرضت لوحاتي بمعرض الموبيليا، ومن بعدها افتتحت أكثر من معرض برعاية الملكة نور والأمير رعد. الإشي اللي غير حياتي وغير مساري الفني اللي هو توظيفي في الجامعة الأردنية سنة 1986 من خلال تفاعلي مع طلابي وتواصلي مع الموظفين، قدرت أنشهر على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية وعلى مستوى دول عالمية منها هولندا. هلا أول شيء أنا حاب أحكي لكم عن بعض من اللوحات اللي أنا بفتخر فيها. أول وحدة اللي هي لوحة الرجل العربي، تتمثل بكيف إنه العادات والتقاليد والتراث الأردني انفتح على العالم. اللوحة الثانية حاب أحكي لكم عنها اللي هي بعنوان الصيد المحرم، اللي فيها بنت وحمامة. هاي اللوحة أنا عندي معتقد إنه الحيوان هو صديق للإنسان، ولكن الإنسان مصر على خيانة هذه العلاقة مما دفع الكثير من الحيوانات نحو الانقراض، وهاي الرسمة أنا رسمتها كمعارضة لهذا الإشي. اللوحة الثالثة اللي هي اللي تحت ما بعرف إذا شايفينها، بس هي بعنوان العلاقة الحميمة بين الإنسان والحيوان، اللي هو بتمثل بنقاط التشابه بينهم اللي هم الوفاء والإخلاص والتكاثر بالولادة. هلا أنا حاب أحكي لكم آخر إشي، إنه أنا هاد عملي وهاد مجالي حاب أوصل للعالم وللجيل القادم. أنا خالد عطية، أنا رسام أردني، لغتي بصرية، أنتوا شو لغتكم؟